بسم الله الرحمن الرحيم خوش كبران خوش تفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جاي دي كين لبن صلاة خود جارك جارة قديد جال خلاكا قديش برنامه برنامه دجال قرآن دعاش قديد كين خود تعالى جيانا ما بدد جال في قرآن خوش كبران تقصدار خلاكا بوري ام هر يل بابت مقاصد القرآن ونقطة دوية كو اوجي بابت تقرير كرامة الإنسان ورعاية حقوقه كهيش أمد في نقطة دا مقصد القرآن تقرير كرامة الإنسان ورعاية حقوقه تشنك إنسان مخلوقك مكرمة وتكريمك إلهية وتكريم إلهي أن أم بيجين كرامة الإنسان ريز جرتنا انسان القران دا تش ديار او تش دايا بو ما تش يعني ما مش دفخات بيجين قران تش كرامه الانسان نكرا تكريم نكرا نخير جلك هاي قران جل بحث تكريم ومرو و يكري وكو انسان ولقد كرمنا بني ادم خلاص وقت اخو حدا خدت وقت بحث عداله تك بجد آه واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس نظرة إنسانا مُرُوفًا لا تا بصرمانة وها أو جدا وها إزدية أو جدا وها جهية أو جدا وها غير ديانة أو جدا وها بدينة لا لا أن تحكم بين الناس خد تعالى يقول يا هندي حكمي كن إنسانا دا أن تحكم بالعدل عدالة بكن كي بتشوابت كي بت, بت. نينا خد تعالى بجد وقت اللي نظرا يعني عدالة بكن، حكمين نظرا مدا، عضلات بكن. بجا عضلات يعني تشي يعني عام كرامة الإنسان تشي دونها، إك شو خود التعالط بشات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني حتى بالرغم شو نوع ما نواكياتش مخلوقة هنا، هذا إكش كرامات الإنساني. حتى وقتا تشتيت خوي نوفات خوي نواكياتش حيوانات هنا. حيوانات مثلا دافيخا تشتيت خود أم جوان داستيت خوي. رياچو ناما يعني حتى الزواج ونكاحت الجينومير دي هنيك نوكيا تش حيوانتونا حتى يعني خارناما ونِظَامُ نكاح ويا جِنْ اناني ويا جلكي وَجُوَانِيهُ، يعني انا خدت على ام بي تكريم تين شلون تكريما وشكرا ترزدار وكما گوتي اكشون تكريم بالشكل والصوره لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ام يدرس شكرين ام تمام درس بك مسيح تعالى احسن تركيب وبأحسن تنظيم ام يل ديفو شكرين يعني ام سر دو بيا مثلا نسر 4 دو بيه. ام خد تعالى شكل ما جوان داي ام انسان شمي مخلوقات جوان تري يادي خد تعالى زينت ج... ام بزينت و اه تكريم كرين مثلا انواع الجلكه بس انساني جلكيت هكو جلكي بيجدار خو اڤ مخلوق دينيلا باس هاك هر انسان بيجليك بتزر بك انسان وكهت تو دوربر خود بيني تو كساكي بين تو سحكي خو هاك انسان جي بيجلي ودا چان كريد ددا چان بيز بت آه يعني خدت تعالى ام التكرين كرين بجلكا حتى خدت تعالى وقت بحثه انه أنزلناه في ليله القدر ان انزلناه في ليله مباركه وانزلنا وقت بحث كلمة انزلنا و اينو يعني هرتشنا كي خده بما بحث اينانا خاري بكتش أسمانا بما هرتشنا كي بما بحث اينانا خارش أسمانا بكت او تشتا معناه يه خيره يه تكريميه يه باشيه يه منفعاتيه خده بجد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا ها قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يعني إيش تكريمة إنساني شبلي أحسن تقويم جوانية وجلكة جلك شلمت ما ستارت تستتر عوراتنا جلك ما ستارت دید معنای خودی دید کرامت آمه بستاره کری نیه والله خوش که برات رزد تایبت افنامه بو خوش که بو افراد بو جنکه آمدن که جبت جنبت مروف بستاره کری نیه بجلکه تکریمه و بکرامته و بریزه و باحترامه والله جلکه تا نشر عیبت یان و اکی پیغمبری سرازم گوتی دمائی که زمانی دهندک جلک در کهوند راست نوف جلكه بسويدي ناجلك حاشا يعني ريسه جلكه بس ناجلك يعني, يعني جلكه بس ناجلك فعلا يعني او تب ستاري جواني تب حجاب جواني تب جلكه شرعي جواني تب جلكه شعري الشرعي ابرزو احترامه اي خش بارس أفا خديه توي تكريم كبير جلكه اي كش تكريم الانسان قران ادب تشديوره جلكه جوانية زينته جليك بومات جوانيه بومات ستاره كرنا يا وشيطاني دفيت ام وكي جيانا ورابين، الشيطان يا فاش مات والله توا قرآن بيشت ينزع عنهما لباسهما، وقت ادمي وحواي بامريكي ادمي عليه السلام، لباسيونا باربي جبا يعني مان حاشا بجلك يوري بجا خذ عروس هما سوآت سوآت سوء. رساتي سوادية كريتية بيسيه نجوانية كلا كريتا. دموز ما هذول كيقول تولسي كيقول عرضة كهار هاشة جهة هما إنسان رزبن، وكي حيواناتا وجا إيش تكريم إنساني جلكي؟ إنسان جلكي أبرزوا احترامو احترامه سحقه ما خاصي ميت كردي بدل زلام ويت أغوات ماو شلو شبكو شالو، چان, چان جوانا.

تشكي أما بتجلكي بقيمة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما منهج خدي منهج جواني أي يعني يا خدي بجلكي وماش إنه يخاري دام بيكي برقا معناه خير وبركة يا جلكي دا قد أنزلنا عليكم لباسا تشتي خدي إنه يخاري معناه خير تدا معناه تشتي هل تشتي خدي ما إنه يخاريش عصمنا خيره

أين جلك آه يعني جوانية و ريش يعني زينت هر وقت تعالى بيجي زينت تشتكي حاجك وفطرية إنساني دا خد تعالى وصاي دايما قاچا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أين خد تعالى جلك جي بما دايكو يعني خد تعالى ايكش تكريم إنساني زينتها كو اف مخلوق دي زينات جوان نينا يعني او فطرته الدفوان نينا خدام التكريم كريم بزينات وبجوانيه وام حشتش دي جوان كن ام همي مروف حس مثلا خانيه ما وغرفه ما وناف ما وسيارت ما وجلكت ما رأي خستنا ناف ما همي ام حس كن جوان بد خد وكو والله عز وجل فطرنا على حب الجمال خد تعالى مواصل شكرا ام حس تشتي جوان بكين بريكو بكين إن الله جميل يحب الجمال وجاء تعالى بجاء بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا إيك بجت يواري سوادكم كريتيا واج كي ما جور كريتية كريتيا بتحارزت وريشا ودي سوا جواني أجي ولباس التقوى ذلك خير هذا شديد خد تعالى قول راست جلك جواني يعني كرِّساتي كريتيا ما جوانت كت وقت مجلسك كبر بس بجت و لباس و تقوا خیر کاچا و لباس جوانی کو هم خواب بدن خواب پاریزین گرنگ بوده او بتا اگر رگ بو پارستان و عورت مروفی و مروف مروفی جواند کرد. واسا تقواشی و لباس و تقوا تقواشی بتا, بتا رگ بو وشارتنا کریتیت نفسی کریتیت اخلاقی تقواشی لباسه بس لباس تشيا نا لباس بدنية جلك لباس بدنية وفيت هابد اوجي يعني مظهرجي اسلامتي وكي ما قوتي خودي بريد قد انزلنا عليكم لباسا ام دي خوابه بس لباس التقوى اتبتاريك بو وشارتنا تشتي كريت يه تقوى وكي حسد وكي غش وكي نفاق وكي تكبر وكي حقد يعني بت لباس بو اخلاق مروفي فَسَوْآتِ الجسد كريتية جسدي تسترها ثِيَابٌ يعني جلكي ستارت بد سواتت ما عورات ما شرمجها ما جلك بارزة جوانت كد وسوءات النفس كريتية النفس يعني چه وشين خوش حقد دو حسد و نفاق و تكبر و افتشتت امراض القلوب امراض القلوب

че دياره بالتكريم؟ ما معتقد م... خود تعالا بجد بيشتر... اه من تكريم الإنسان أكيد القرآن دا. شيء دياره شو... يا دوي نقطة دوي أفيه تكريم الإنسان بالعقل والفكر والعلم. ولقد كرمنا بني آدم يعني كرمه الله بلي الصورة يعني نك نك بصورة جوانية كُوْ ويديجه يعني نك ما, اه ما كَرَّمَ الله بالعقل خد تعالا تكريمها ما قريب عقلي سره مخلوق دي. أم تكريم كلينا م... و بفکری چنکی بو چی؟ چنکی بعقلی و بدانا فکری و هزری یعنی دانا و اینکه بیشن فکری و یا علمی و عقلی عقلت شد اف عرده هاتی آوا کرینه بعقلی هاتی آوا کرینه بعلمی هاتی آوا کرینه و خانی جوان ماید بخواه آوا کرین و, و اینکه بیشن عربی بیشن فسکن البیوت و رکب الطائرات اف عمارت هاتین چکنی علمی و عقلی هاتین چکنی فکری یا انسانی خود تعالی پی تکریم کنی هر خدا و عقل دایمه بو چی دا مخلوق دی او مخلوق دی خود تعالی داین ولی خواه مخلوق ای کی حیوان ای که که کشت حیوان بی حتا نشین ایک تطوری بکنه ما وکی خوانه چه تطوری نکن؟ چه پیش کفتنی بس انسان روش بر روشه تطوری که چنکی دایمه همه خودش مجی بستنید دا وکی گیانه ورابین بس معناه بالدليل كو خدام التكريم كريم عقلي عقلي اف عمارة وأف خانيت هاتين بعقلي بعقلي و اف خانية تاتين امشين طاريس صور الهواء الهوا بچين عقلي امشين سفينة شي كنو تنوا بحرية دا بچتو غرق و امشين بني بحرية دا غواص بچت بني بحرية دا حس كي چند, چند بميند و اختراع الاجهزة وان تليفون وان تلفزيون وان اف بيش كافتنا في اجهزة في اختراع الاجهزة فنقل الصوت والصورة كو دانغو رانك همي جهات تتزاني كا تشلت و كيل كيفية و دا فنقل الصوت والصورة اف بيش كافتنا همي برهمتيا. برهمي چيا برهمي وي عقلية اوه خود دايمة في نعمتش بيناكين اوه تكريمي امش بيناكين خود دايمة نعم مداخو ام خواب مازم بيكين ام دجاتیا خودی بکن الحاد بپکن کفری بپکن هر خودی آدم ما خودش شد وگاه بش شوی بس دینت اوه کو حاشا الحاد که شد فکریه. جه نفسی و فکری سری بینید داره عقلی همه دا نفسی حیوانات علی. بس دا او جی بزاند کافر جی بزاند و عقلی دایه با بچی مخلوق اکی دی پیش کفتن یا مثلا بله او هر وی عقلی وی فکری که ما اف پیش کفتن ها نکت چه کو خود تعالی بومه و کد بیشن یا دائما که همشین شول خواب بکن دیست و کرمه خود تعالی می تکریم کریم چه دشتی کرمه الله الانسان بی تسخیر تسخیر چیه؟ خوش رزان و سخرا لکم ما فی السماوات و ما فی الارد جمیع امین سخرا ما فی الطبيعه سخرا کل ما فی الطبيعه هر چیز که طبیعتی دا خود تعالی بو مسهر نرم کری و خود تعالی کرید مصلحت آمده که هم فايده جيبكين كون همي خد تعالى بمجرات الخواب بكواكب الخواب ستير الخواب والصوروج والصوروج وهايفو بعرضي همي يد مسخر كريم ارض وما فيها هر شكل دا وما عليها هر شكل سر عردي وما فوقها هر شكل هندوف ارضي كبسه ستير وروج وهايفو وعوره عصمان هر شكل وما فوقها سر عردي وما تحتها بن عردي بجا بن عرديش همي مواد مواد كانزا معادن ويتصلب ويتراق ويت ويتغازي ويت بين ويت ونباتات وحيوانات وجمادات همي يد مسخر كريم تسخير باش ترين تعريف بالتسخير كي خذيت تعلم التكريم كي همي تشتبوا ما انسانا مسخر كريم أن يقهر الفاعل على أداء الفعل أن يقهر الفاعل على على أداء الفعل وفق مراد الفاعل يعني شيء خوش كبرات الإصدار خد تعالى وقت تشتري بما مسخر كير بون منا روش روش نشد ندر كبد نشد نشد سبيدي ندر كبد نا چك يا مقهورة خد تعالى مسخر كير كبد بما إنسانا بما صلحة ما

نشد إخوانا دويتشي خدت على بومان اه مسخر كريم خدت كريم بن دستي مرة و بن مصلحة و مدا في جهندك هزرت كيما خش كبرات الرزار اه طبيعات و انا يكريم بن دستي خوذا و انا سيطر السلطان سيطرة و داس هلطيال خالكي و يال مخلوق الدكري لا خدت على مسخر كريم سبحان الذي سخر لنا هذا و ما کننا له مقرنین مانم و اگید بجن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوتی هین دواره که آن سیاره که وقت, وقت ام سوارت بین بجا هنگی سیاره نبین دوار فکر به سیاره طیاره وی دعای بخواب که وی آیت بخواب کنه چه آیت سبحان الذي سخره هر هرمی بالف خوده ولی دین لما بصرمان هر خوده و گیری دایه نام جد منی بخواد چه کنی من افاده کنی هر خدا و عقل دایمه هر خدای و ما مسخر کنی خدا و مسخر کنی کو؟ طيارا الهواء فرتو نكهد ما كم مسخر كره اف هوا أفتيرا بجد خودا مسخر كري سفينة نива بحرية بجد تناقركذ ما پیغمبر إسلامي قوي في آت بخن سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا لهم قرينين وإن إلى ربنا لمنقلبون منقلبون. بلى فيجا وكما قوي نما كآخرنا كافر ملحدا بكن مجرم بكن وكيف فرعون ود فرعون في قومه قال يا قومي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون؟ انا ما هنا من اس خديمه قصر من اوفر بن روتشتو انهار البن روتشنو وهميتش من اي نظام ماذا دا داخو هذا خدي بوما مسخر كريم خدي بوما سال كريم نما اوتشتا السلطه سالها لا يعني خدي تشتيب كي خدي بوما مسخر كريم توسه ملخصه ربم کې قنفق کې بسري او کې ببن او بدل کې ناشد غوې خونه ده ته خوده بوم... خوده حيوانات المسخر کړي كتبينه او حس کې د بخا خدای کې حس کې د بخا حيوانه کې سرجه کې ناشد غوې خونه ده ته خوده ما مسخر کړي حتی او حيوانات همي خوده سر نلوي کړي ما كيف حيوانه وېت هي همو لبن عادي در کنه اف موارد دي بس کو اف حيوانات که څه هي حیوانات په پیسویت سهم همو بنو همو سرمد آب گیرونو او ګوښخانه د نو دوار او صاوه شغرګو هرڅو همو همي بن سرواز را د آب گیرونو نه مسخر بن همو بن خل انسان عبدالمور ام دې چلیک والله ام نشی بس خدیب مو مسخر کړي ابه توي کې ببينې دشتر راوې تو موري ببينې دشتر راوې بب. تو ګوري ببينې دشتر راوې بب. تو یعنی خدیب مو مسادار یې بخات چلیک وینم بس نه کې پازا کې وینم بخا سرجك هي مسخر كين خد تعالى أو تشتيب ما مسخر كين بس برام بره بيخش كبر هذا الزوال كين بيجت دو بره دو قصة دا أم دي فيري تشتاك كين بيجن بريب كين تمام كين باباتي كو تكريم الإنسان شد جد چد. شد چد. شد دانة ما دام أنت تشتاه مش ما وكيد بيجن خد تعالى بوما مسخر كين تشش ما مطلوبة ما دام هو صخد تعالى تشتاه مي بوما مسخر كين تشش ما مطلوبة

او چه تشتیجی کم نکت کته بابو بینت همی چه تا بو دابین بکت يت... یه چه تشتیجی کم نکت همی مست یعنی يعني... او چه پیدوید بته بود دابین بکت ما مستاید خصوصی بود تایبت بو بگیرن اره ماره بید او طالباشی شعوری بکت که هر بو پاشا روشاویه هر بو باشاویه هر بویب خواب خواه دابکیر خوابه ها تشتک جوید وی بابی تشتک شوی کردوید داب خوابه به دختورک به مهندس هایی گیر خوابت یعنی صبحی و بیش من آن آن وظیفه باش دست خواب بیدن مانه ای اوج ما مسخر کردیم. بو چی دا تشت کشمه و برانبر عبادتی هم بو بیکن دا هم هر امه بخواد کن بله بله خوشکم برات و تکریم الانسان یادی اویا کرم الله الانسان بی نطقی و البیان اوه تکریم اکا شما مخلوق الدين نطق بيان نينا مثلا حطت بجن بوتشي بجن حيوانات بهائم ان بهيمه مبهمه يعني كاستينا قالت شو بجن دنجك تنيا هر حيوانه كي هاب دنجك بما قالك اخف تنيا كرم الله الانسان بالنطق والبيان النعمة البيان ونعمه النطق خص الله بها الانسان نطق يعني النطق بيان هيزك

وكيب عربي يحتاج إلى تحريك سبع عشرة عضلة يعني محتاج لفندنا هفدا عضلة هيا موصل كوب اللفن حتى حرفة كبيجن إيك حرفي ها بام شند تأخذين إيك حرفة هالجاي لفندنا وشول كرنا مشغول كرنا هفدا عضلة هيا حتى إيك حرف بيدقتنه مثلاً بيفكش بنش بيتا بيك هاتبت محتاجي هاشتي حركانا تبلفيني توب كوربيني افهمي لحظه كدا امتكين وبي هاس بيبيكين وصلني تشاوا ايك حرفي محتاجي هاف عضلات ببلفين. بي بيبيكيني بيش فاكاش بيرشبي توبيك ها هشت محتاجي هاشتي حركانا امبلفينين يعني موصل كا محتاجي هاشتي موصل كا بحركين بحركا بلفلفين حتى تشوي كلمة بيجي بعم كان كلمة بيت بيجي. بيجين بينش حرف حر يعني كلمة بينش حرف أبي كاتبت محتاج هشتى حركة أو مصل كابلفن حتى أو كلمة بينش حرف بي يعني مروف شيت بي بيجت مثلا تو بيجي سعيد جوتنا مخرج عن صفات سينه اكسره <سؤال> غتنا مخرج الصفات يا اي ساعي و اكسره عين ساعي سينه را عينش عين را يا سعيد و مخرج دان الصفات ورا صفه السين ومخرج السين هذا صفه عين ومخرج عين هذا صفه يا مخرج يا و هذا صفته مخرج الدال حتى تجي سعيد بن حرفا سين عين ياء دال الـ عفوا يعني تو محتاجي شانت موسو لكلمه حتى بسوي كلمه بيجي. مكان شان كلمه طاخه فين؟ خذيت على هامي في تكريم كريم. شخد مخلوق الدي اف تكريما النيكوان نينا. ام روجي شان طايفه فين؟ بي ام هاست بيبي كين. هذا معنى تكريم الانسان بالبيان والنطق. طبعا بيان والنطق يعني بحسير لغات يا اعظم نعمه مازنترين نعمه مازنترين تكريما. خصصه الله به الانسان تایبت به انسانی و داید چه مخلوقی دی چه گیانه دی نی نه حتی مثلا زورو گخته از ما نکدی چند زحمت حتی ما رفته کاوی چه و وقتی گیرید زورو که گی ساوا مثلا دی گیرید تو نزانه مسئله چه دی دی شد نه او دی زادی دی نه دی شیری دی تی دی کاده چه که مثلا دی سحکه دی دنبوس یکا

جورک تنیه بلکی یا های مکتوب نویسینه امتی کدود گهین یا مقروع تو بس بخینه تو تید یا مسموع بس تو گوی خواد تو تید یا دیتن مرعی همان دید تید گهی برانباری تا تید گهد درست اپریوچ یعنی بر همه جی کار مروی سهلت کد و کرتت کد یا مکتوب و مقروع و مسموع و مرعی و او همی بر همه جی کو کار مروی سهلت کرد او کرتد کرد و, و جای فره ام و بیانه اف بیان خود کو ام پی تکریم بو بلاف کرنا خیریب کار بینین هشیار بین کار نه اینین بو تشت خلط و او تشت منکر داشت خودت که خودت تعالی علمه ام درس در حق وان تشت خودم پی تکریم کرین. ام در حق وان نعمتا در کوین وامدرس هم درست حق خود تعالی مادام خود تعالی تشتا اصلا بو هم مسخر کرد معنای خود تعالی تشتا کشمده وید هم جوی تشتی جیب جه بینید که او جی عبدینی خوده هست مفا گلوی خلکی بورانده بد حتا خلکا بید ببینید بین چاف دیری والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته